مرحبا يا حلوين، اليوم النهارده رجعت لكم فيديو جديد. بس قبل تبتدي فيديو النهارده ما تنسوش اللايك وشير وسبسكرايب وكومنت وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. فيديو النهارده هيكون عن قصه الكلام السحري. ايه قصه الكلام السحري؟ ايه فكرتها؟ هي عبارة عن كل اللي القلم ده بيكتب، اي مثلا بنت عايزة تشتري مثلا حاجة تكتب في الكراسة بالقلم ده، الحاجة دي تظهر قدامها وكده يعتبر اشترتها. مش عجيب جدا؟ ويلا نشوف الفيديو او اسمه، اختاروا انتوا عنوان المحقق الاماني او الساحر. يلا نبدأ. انت دي كانت فقيرة بس يلا نبدأ. بس يا رب يا إلهي ساعدني، يا إلهي أنا جائع كثيرا ولم تعد أمي حتى الآن، وليس لدي أي ألعاب لألعب بها. ماذا أفعل يا إلهي؟ يا إلهي ساعدني حقا، لا أعلم ماذا أفعل. إن كل شيء ممل ولا يوجد أي شيء أفعله. يا إلهي ساعدني، ساعدني يا ربي. ماذا أفعل؟ ماذا أفعل في هذا؟ يا إلهي يا إلهي. طب لو أقوم صديقتي اتصلت الآن، أعتقد أنها عند المنزل. مرحبا يا جولي، ما هذا القلم التي تحملينه في يدك؟ مرحبا يا أميلي، هذا القلم محقق للأماني، سيغير حياتك. كيف يغير حياتي؟ خذي فقط وستعرفي عندما تستخدميه. حسنا سأجربه، تفضلي. شكرا. عفوا. حسنا الآن سأدخل وأرى ماذا هناك. يا إلهي سأجرب هذا القلم. أنا حقا أتمنى أن أمي تأتي بطعام كثير جدا وحكوبتين بهم طعام كثير. سأكتب على ماذا؟ هذه الدمية لا أحبها. إلهي لم يحدث شيء. من يدق على الباب؟ سأذهب وأرى. من هنا؟ من هناك على الباب؟ صباح مرحبا يا عزيزتي، صباح مشرق يا جميل. مرحبا يا أمي، كيف حالك؟ أنا بخير وأنت؟ أنا سعيدة جدا وبألف خير يا أمي. أهم شيء أن تكوني أنت بخير. لا، أنت التي تكونين بخير يا عزيزتي، أحبك كثيرا يا أمي، أحبك. وأنا أيضا يا عزيزتي أحبك. يا إلهي يا أمي لا أستطيع أن أعبر عن شعوري. ما الذي تحملينه؟ إنه طعام رزقني الله، الحمد لله والفضل له، وأحضرت لك هذا الطعام. يا إلهي أنا لا أصدق ماذا يحدث. سأتذكر. يا إلهي ثانية وأعود. ماذا كان يحدث؟ سأتذكر. هذا القلم محقق للأماني، سيغير حياتك. كيف يغير حياتي؟ خذي فقط وستعرفي عندما تستخدميه. يا إلهي لقد تذكرت، هذا القلم جميل جدا، يجب أن أضعه هنا وأحتفظ به لكي لا يأخذه أي أحد، وأحتفظ بهذه اللعبة التي سأكتب عليها في كل مرة. يا أمي أنا سعيدة وكنت جائعة، كنت أقول أنني هوت جوعا، وحقا أشكرك كثيرا على هذا الطعام، لا أصدق. الحمد لله يا حبيبتي، سنن سأذهب وأحضر لك الطعام. يا إلهي أنا لا أصدق أن أحمدك يا الله، أحمدك يا معين، أحمدك حقا. كنا نحتاج إلى طعام وشراب. يا إلهي يا إلهي الحمد لله لقد رزقتني، وما في هذه الفتاة. يا إلهي أحمدك يا الله، يا إله العالمين، أحبك كثيرا. أحمدك. تحبها يا الشيبس؟ سأضع لها ساندويتشا وأنا ساندويتشات. أنا لا أصدق أننا نعيش هنا. يا إلهي ما شاء الله تبارك الله. عزيزتي ماذا هناك يا أمي؟ هيا بنا لنأكل. ياي أنا كنت جائع كثيرا. هل ليس هناك عصير؟ لا بل هناك، قد أحضرت لك. انتظري قليلا، أحضرت لك ولكن وضعته في
الثلاجة. يا إلهي يا أمي يا رب يا رب أشكرك كثيرا يا إلهي، هذا بفضلك، كل هذا بفضلك ثم القلم. يا إلهي لا أصدق، أحمدك يا الله. أجل يا أمي أحمد المولى يا بنا، ما أشهى الطعام وألززه، أجل ما أشهى حقا. آه يا أمي تأكلين هكذا؟ لا لا يا إلهي لا أستطيع أن أخذه، ماذا به؟ سأخذه في يدي، ولماذا لا يمكن؟ حسنا حسنا هذا يقع مني. ما أشهى. أجل يا أمي كان شهيا جدا، أنا لا أصدق. حسنا سأذهب لغرفتي، أحمدك يا الله، أحمدك حقا، ثم بفضل صديقتي أيضا أعطتني قلم. سأكتب الآن أن أريد منزلا كبيرا. عزيزتي عزيزتي ماذا هناك يا أمي؟ لقد تلقيت اتصالا ولقد فزنا في برنامج التي قدمنا به وفزنا بمنزل كبير جدا. يا إلهي لا أصدق، لا أصدق ماذا يحدث لي. هل فزنا حقا يا أمي؟ أجل لقد فزنا، أنا لا أصدق، وأنا أيضا لا أصدق ما يحدث معنا. فجأة أحمدك يا الله، أحمدك حقا. يا إلهي كنا نحتاج إلى منزل. أجل يا إلهي سأنقذ أخي، يا أخي ياي، أنا لا أصدق يا أمي، وأنا أيضا لا أصدق، ولكن أين أباك لنفرح؟ نسيتي كان في العمل منذ الصباح. أجل أجل سأتصل به. آه مرحبا مرحبا، كيف حالك؟ لقد فزنا بمنزل في برنامج، منزل واسع وكبير، لا تستطيع أن أصدق، ولقد رزقنا الله بطعام أيضا واشتريته. أجل أجل يا أبي أنا لا أصدق. حسنا ما شاء الله تبارك الله، أنا لا أصدق حقا، أنا سعيد جدا. يا أمي أنا لا أصدق أننا لقد أخذنا هذا المنزل. آه يا إلهي. بس يا حلوين لو عجبك الفيديو متنسوش اللايك والشير والاشتراك بالقناة، واستنوا الجزء الثاني ان شاء الله. باي، بحبكم قوي.